في أسبوع النقل يبدأ اليوم على مدار الأسبوع. زملائي وزميلات حيتحدثون عن قطاعات النقل المختلفة، واليوم أنا جاي ألتقي بالمهتمين والمبادرين في مهتمين بشكل رئيسي بقطاعات النقل والخدمات اللوجستية، لأعطاهم فكرة عن توجهاتنا وتطلعاتنا منهم. منشآت صغيرة ومتوسطة تلعب دور رئيسي في صناعة النقل والخدمات اللوجستية، يمكن بشكل رئيسي بالخدمات اللي تقدم في أنشطة النقل المختلفة. كلنا نعرف تطبيقات كثيرة، مثلاً على سبيل المثال تطبيقات بدأت بفكرة وصارت مليارية، ونتطلع وكل سنة نشوف منجزات يقدمونها المبادرين والمبادرات في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية. رواد الأعمال فيهم ذكاء وفيهم إبداع، المطلوب منهم إصرار وأن يستمروا، والنجاح أو لا سمح الله ما في شيء اسمه فشل. فشل إذا كان يسمى فشل فهو وقود للنجاح.